ولاية الإجبار، تخريج الفروع على الأصول، ولاية الإجبار. ذهب الشافعي رضي الله عنه إلى أن ولاية الإجبار في حق البنات معللة بالبكارة لا بالصغر، ودي معناها إذا كانت بالغة رشيدة وهي بكر له أن يجبرها على الزواج. الشافعي عنده العلة في ولاية الإجبار البكارة، أما الأحناف فالعلة عندهم الصغر وليس البكارة، لذلك هو عنده السيب الصغيرة يجبرها والبكر الصغيرة يجبرها، لكن البكر البالغة فليس له أن يجبرها. احتج الإمام الشافعي على ما يقول بأن العلة في ذلك هي البكارة وليس الصغر والكبر، بأن النكاح في حق البنات من جملة المضار من حيث أنه إرقاق وإذلال من غير حاجة تدعو إليه. هذا طبعا صراحة من ناحية النظر فيه نظر كبير، كيف إذلال وإرقاق؟ وطبعا بيستخلص هذا الكلام من قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنهن عوان عندكم. الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله في النساء، الله في النساء، اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم. فأقول من غير حاجة، أكيد من غير حاجة ومقصد النكاح في مسألة الولد، وجعل بينكم مودة ورحمة، هذا كلام فيه نظر صراحة. والولاية تثبت للولي على الصغير نظرا له، وإقامة لما تدعو حاجته إليه دون ما يضر به، ولهذا لا يملك هبة مال الصغير، ويملك قبول الهبة له لأنه ينظر للحظ للصغير طبعا، ولا يملك البيع بغبن الفاحش، ولا يملك الطلاق والعتاق عليه لأنه لا يتعلق به دفع حاجة الصغير، والنكاح مما لا يتعلق به دفع حاجة الصغير، فلا يصلح الصغر إلا للإجبار. صراحة وجهة النظر ليست بالقوي. وبهذا خلاف نكاح الصغار فإن ذلك من جملة المصالح في حقهم من حيث أنه يحصل لهم ملك النفوس، ولا يلزم على هذا ثبوت ولاية النكاح بعد البلوغ لأنها تحتاج إلى النكاح، ولا تصبر في الأعم الأغلب عنه، ولا تيسر أمر معيشتها بدونه. أما أبو حنيفة فخالف في ذلك وذهب إلى أن ولاية النكاح في حق الصغار والإجبار معللة بالصغر، يبقى ولاية الإجبار معللة بالصغر وليست معللة بالبكارة. والحق أن كلام الأحناف أوزن وأوضح وأرجح وأقرب للصواب، أن ولاية الإجبار كانت للصغر لا للبكارة. وطبعا وجهة النظر الشافعية هنا في التفريق بين السيب والبكر بأن السيب ممن جربت الرجال، تستطيع أن تمحص النظر في من يقبل من يرد، وفي من يكون متلاعبا أو غير متلاعب. حقا هذه وجهة النظر قوية عند الشافعية في هذا الباب. أما البكر التي لم تجرب الرجال فهذا يعني يجعلها غرا، لا قد يستطيع أن يغطي ويعمي على عقلها الرجل، وهذا سهل على المرأة في هذا الباب. فهذه وجهة نظر الشافعية في التفريق بين السيب التي جربت الرجال والبكر التي لم تجرب الرجال، وإن كنت أميل كما قلت في التعليل أن التعليل بالصغر لا بالبكار. وعنده وجهة نظر أن النكاح متعلق المصالح من الجانبين جميعا، من حيث أن مصلحة المعاش في العادات الجارية إنما يقوم بازدواج الرجال والنساء، ولأن شهوة الفرج شهوة أصلية في الذكر والأنثى. كلام موزون وهو كلام متين، ولا طريق إلى القضاء إلا بطريق الازدواج، وكذلك مصلحة بقاء النسل. هذا هو لقول النبي صلى الله عليه وسلم يبين تناكحوا تكثروا فإني مباهر بكم الأمم يوم القيامة. يتفرع عن هذا الأصل مسألتان: أن السيب الصغيرة لا تزوج عندنا لزوال علة الإجبار وهي البكارة. يبقى إذن ولاية الإجبار منتفية عند الشافعية، يعني هو ما أصل في كلام على ولاية الإجبار، يعني هو الأحناف مسألة الكلام على الولاية عندهم إيش نافلة، لكن في مسألة الصغيرة الإجبار فيها على الولاية. أما الأحناف قالوا الصغيرة السيب لوليها أن يجبرها على الزواج، والعلة الصغر، ولأنها حتى لو جربت الرجال فصغرها يدل على عدم وفور الأهلية والعقلية في التفريق والتمييز والتمحيص بين الرجال. قد يرد عليهم أن عائشة كانت أصغر ما تكون، ست سنوات عائشة، ومع ذلك فإنها يعني عقد عليها 6 سنوات ودخل بها 9 سنوات وهي عند 18 سنة مات عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت أعلم نساء العالمين. يعني هذه فيها دلالة على مسألة أن الصغر وعدم الإدراك قد يكون فيه نظر، لكن ليس نظرا أبدا، لأن النادر لا حكم له. الفرع الثاني أن البكر البالغ تزوج إجبارا، البكر البالغ تزوج إجبارا، وأما الأحناف قالوا لا تزوج إجبارا، الأحناف قالوا
لا تزوج إجبارا. والحق معهم في هذا الباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والبكر تستأمر، وفي قوله تستأمر فيها دلالة على عدم ولاية الإجبار. قال والبكر تستأمر، وهذا النص يدل على قوة كلام الأحناف في هذا الباب، لأنها تستأمر هو الآن، يعني لا ولاية إجبار. تعرفون ما معنى ولاية الإجبار؟ يأتيها في الليل ويقول لها جهزي أمتعتك فزوجك ينتظرك في الخارج. لكن هنا قول النبي يدل على قوة كلام الأحناف في هذا الباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم والبكر تستأمر، والبكر تستأمر. مين؟ بارك الله فيك وشكر الله لك وأحسن الله إليك. تفضل تفضل، ونسأل الله أن يسكنها فسيح الجنات، وليتك ترجع سريعا حتى لا تضيع عليك الخير. قال مسألة اعتبار القرابة في النكاح، وذهب الشافعي إلى أن قرب القرابة معتبر في الاستقلال بالنكاح، ولذلك قدم الأب على الجد عند الاجتماع. أبو حنيفة يذهب إلى الاكتفاء بأصل القرابة، يعني زواجها الجد زوجها، يعني المسألة مش مرتبة ترتيب واجب، هذا فرع مسألة، المسألة غير مرتبة ترتيب واجب في هذا الباب. لكن الشافعي يرى بأن القرابة معتبر في الاستقلال بالنكاح، فالأب إن اجتمع مع الجد قدم الأب على الجد. أبو حنيفة يرى بالاكتفاء بأصل القرابة. وقال قد يستقل الجد عند عدم الأب، فإن لم يستقل لعدم الأقرب بل لمكان أهلياته. وتتفرع عن هذا أو يتفرع عن هذا التأصيل مسائل، منها أن غير الأب والجد لا يملك تزويج الصغير والصغيرة، ده هذا عند الشافعية، يعني ولاية الإجبار لا تكون إلا للأب والجد. أما الأحناف قالوا أي واحد ولي بأصل القرابة له أن يزوج إجبارا. كلام الشافعية في هذا الباب هو الأرجح. من المسائل المتفرعة على هذا التأصيل هو أن الولي الأقرب إذا غاب غيبة متقطعة لا تبطل ولايته، هذا على ما شرحناه الآن، لا تبطل ولايته ولا تنتقل إلى القريب، بل الحاكم زوجها نيابة عن الأقرب، رأيت؟ جعل السلطان نائبا له. أما الأحناف فقالوا بل الأبعد. لما؟ لأن الترتيب عندهم ليس بواجب، المسألة عندهم على أصل القرابة. وهذا قد يرجح هنا من ناحية الأحظ في النظر فقط، لكن هنا المنع مانع في الأقرب، فالسلطان يدخل ولا يكون للأبعد، لأنه إسقاط للأقرب وهو لم يسقط أصلا. ومن المسائل أيضا أن المعتق وابن العم لا يستقل بتولي طرفي العقد ولا يزوج من نفسه عندنا، والجد يستقل بتولي طرفي العقد على حفيدته، وعندهم يستقل كالجد ولا خلاف، لأن كما قلت عندهم المسألة على أصل القرابة. نقف عند هذه المسألة في تخريج الفروع على الأصول.